عليك. الحمد لله، الله يبارك فيك اختي. مرحبا بك معنا. وكذا الجو عندكم هذا الصباح؟ الحمد لله، شويه برد شويه الشمس اللي جات من عند الله مرحبا بها. مرحبا بها، الله يرحمنا غير بشويه الشتاء. نطلب الله عز وجل. اللهم امين. قل لي علاش غتقترحي علينا في الطبق هذا؟ طبق متناول الجميع بالنسبه للرخيص وفي نفس الوقت سهل نعملوه. نعم تفضل. كاين بعدا غنبداو بشويه الاعشاب هذه نوجدوها. قل لي شنو هو الطبق بعدا؟ شنو نطيب؟ قطبان ديال البيبي ولكن بطريقه محضره بطريقه زوينه كما كنقولوا. نعم. غادي نبداو بواحد التنسيمه كما كنقولوا ديال الاعشاب. المهم هي بسيطه، كنديروا 60 ريال الازير، 60 ريال الزعتر، 60 ريال الزبر حبوب، وجوج دراهم ديال وقت سيدنا موسى. عطيتينا حتى الثمن ياك؟ الثمن هذا زعما حددت لان هذه هي النسمه اللي كتجي فيها زوينه. نعم، يعني ذاك الازير والزعتر 60 ريال شحال كتجي فيهم تقريبا؟ معلقه، جوج معالق، ثلاثه؟ لا كدير لك قرعه الكونفيتير صغيره. يعني كبيرة، كمية كبيرة تبارك الله. ولكن كتبقى الفتيه ما تدي لك شهرين كاع. نعم، أنا هاد الأعشاب غنخلطهم ونبقاو نستعملهم كل مرة بغينا. جدا، مع داكشي اللي بغيت نقول لك. هادو كنحتفظوا بهم في القرعة، المهم حتى كنحمروهم في الفران. الطريقة كيفاش؟ كنحمروهم في الفران، كنسخنوا الفران مزيان، كندخلوهم وكنهبطوا عليهم العافية. نعم. خاصهم يدخلوا في الأول في الفران حامي مزيان. نعم، يعني حتى يمكن لا طفينا الفران كاع يبقاو غير السخونيه ديالو، لا طفينا الفران يبقاو غير السخونيه ديالو، راه ممكن كيتسهل علينا نطحنوهم بلا ما تيتحرقوا. ممكن هذاك الشيء اللي كاين، كنطحنوهم وكنحتفظوا بهم. بالنسبه للوصفه ديالنا اللي انا بغيت نعطيها للناس اللي عندهم وليداتهم في المدرسه ولا اللي كيكونوا مزروبين ولا، كنستعملوا كيلو هبره ديال البيبي. كيلو ديال هبره البيبي، جوج معالق ديال الربيع والثوم مدقوقين مع بعضهم. معلقه كبيره ديال الاعشاب، هادو نيت اللي قلت لهم. نعم. معلقه كبيره ديال السكينجبير. معلقه كبيره ديال السكينجبير. نعم. معلقه كبيره ديال الابزار. نعم. معلقه كبيره تحميره. ابزار تحميره. نعم. الملحه حسب الذوق اللي كيبغي مسوس اللي كيبغي مالح. نعم. وشويه زيت مخلطه روميو بلديه. والزيت مخلطه. وفي الاخير كنحتاجوا كيلين قطبان ديال الخشب متوسطين، ماشي دوك الطوال كاع. نعم. كنقطعوا بالعبره كامله. المقادير اذا سمحتي علو، نعاودوا المقادير. الله يجازيك بخير. تفضلي تفضلي. قلتي لنا عندنا كيلو ديال الهبره ديال بيبي، عندنا الربيع واحد ربيطه صغيره ديال القزبر والمعدنوس، عندنا معلقه كبيره ديال الاعشاب. هاد الاعشاب كنحضروهم من قبل وكيكونوا عندنا مخبيين في القرعه ديال العطريه ديالنا، فيهم ازير نفس المقدار ديال الازير، ديال الزعتر، ديال القزبر حبوب، والورقه ديال سيدنا موسى. كنديروهم في الفران سخون ونحمروهم يعني باش يسهلوا يطحنوا، يسخنوا مزيان ونطحنوهم ويتغربلوا ويتخباو في قرعه. هادو هما كنبداو نستعملوهم. يعني ممكن نديروهم خاصين بيبي. هادو تيعطيو بيبي ما يداروش مع الدجاج علو؟ ممكن حتى الدجاج لو بغينا نديروه قطبان، كاين الناس اللي ما كيبغيوش بيبي. نعم. قلنا معلقه ديال هاد الاعشاب كبيره، عندنا معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال البزار، ونفس المقدار معلقه كبيره ديال التحميره، الملح على حسب الذوق، وشويه ديال الزيت مخلطه، شويه بلديه وشويه روميه، وواحد وباكيه ديال القطبان، داك القطبان الكاري ديال الخشب اللي ما عندوش هادوك وبغى يستعمل الاخرين يستعملهم عاديا. ممكن لا، حيت هادو كيتقلاو في المقله الغليظه، ما كيتقلاوش غير كيترشوا بالزيت. نعم. علاش انا قلت لك ما نحتاجوش القطبان ديال الحديد، غنحتاجو ديال الخشب. نعم. كنرشوا المقله وكنركبوا بعدا القطبان، ديك الهبره كنقطعوها على حساب القطبان. مني كنخلطوا المقادير كامله كنخليوها ترتاح تقريبا نص ساعه. يعني باش تشرب؟ باش تشرب هذيك الاقامه ديالها، هذه القليله نص ساعه، ممكن تخليها ساكته ولا تبيتيها ولا، المهم الا كان بنادم مزروب يديرها نص ساعه ماشي مشكل. نعم. معايا اختي؟ اي انا معاك. صافي كتركبي القطبان، صافي كتديري ترشي بحال اللي باغية ديري المسمن، كترشي المقلة بالزيت، ومن بعد كتركبي فيها هذوك القطبان كتسرحيهم تما في المقلة. كتبقاي تقلبيهم وتيطيبوا بسرعه فائقه، بسرعه كيطيبوا. المقله الثقيله كتشد السخونيه فتسهل انهم يطيبوا، كيجيو بزاف وكيجيو زوينين، كيجيو لذاذ. ان شاء الله باذن الله غيعجبوا المستمعين الكرام. ان شاء الله باذن الله، علاش لا؟ وحتى التخليطه ديال الاعشاب زوينه اللي عطيتينا عنه، يعني عجبتني انا بعدا نخلطها حتى في حاجات اخرين نديرها. هذاك الشيء اللي كاين في كل شيء، وكتمشي انا بعدا كتعجبني كتواتا لي مع بيبي بزاف. غتجي مزيانه مع بيبي. فوف طريقه
تقدم كاع كل ما كتعرف كيفاش تقدم في دارها. مثلا انا كنقطع الخبز ما كنديروش ورقه 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 كنقطعو كندير ليه شويه الملحه شويه الخل شويه وكنسرحو في البلا عاد باش كندير فيه دوك القطبان مسرحين كيجي المنظر زوين في نفس الوقت العين هي اللي كتاكل. نعم وكتاكلي حتى الخبز من بعد ماشي ما كاينش غير فرشات فيه كنغسلو داكشي كناكلو. نعم تبارك الله عليك علو شكرا على المشاركه نتمنى